الثالثة ثابتة، 6 ساعات هي مدة الحظر الجزئي في مرحلة مقرر لها أن تبدأ يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتم تقييم الحظر الجزئي في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد عيد الأضحى. أنا أحس أن احنا جاهزين للانتقال للمرحلة الثالثة، لأن أحس أن في وايد التزام من الشباب الكبار بالسن، في تباعد اجتماعي لما نروح مثلا جمعيات، مراكز، الأسواق، الكل تشوفهم لابس كمامات ملتزم، فالحمد لله، فأحس أن احنا جاهزين. والله يعني أنا أقول لك المرحلة طبعا وايد كانت صعبة بالنسبة لهم، بس الحمد لله أنه ما شاء الله يعني تعدوها إنزين. فالمرحلة الثالثة شوية يمكن بعض الناس مو متقبلين إنه ليش للحين ما افتحوا، ويمكن هذا اللي صالحنا. تطبيق المرحلة الثالثة من عودة الحياة التدريجية إلى طبيعتها لا يعني التساهل والتراخي في التزام التدابير والاشتراطات الصحية، هذا ما تؤكده السلطات الصحية في البلاد، ولكن من المواطنين والمقيمين حريصون على تطبيقه. الإنسان هو مسؤول على نفسه، ومجلس الوزراء إزاهم الله خير هم يوجهونا، وجهونا الأصح يعني، وإحنا إن شاء الله بالسليم. بس الحين إحنا على قولة القايل نبي صحتنا صحة غيرنا يا ولدي، إذا الله عافاني عافي غيري، ها؟ فإحنا لازم نحافظ على نفسنا. 3 أيام تفصلنا عن بداية المرحلة الثالثة لعودة الحياة التدريجية، والكل يتطلع إلى تحسن الحالة الصحية بتراجع أرقام الإصابات أمام تقدم أرقام الشفاء. نجيب القحطاني، تلفزيون دولة الكويت.